مرحبا واهلا وسهلا فيك بالسلسله التعليميه اللي بيقدم لك اياها القسم السوري بمنظمه الطيران الافتراضي ايباو. بهذا الفيديو نحن راح نتعلم كيف ندخل على موقع الايباو الرئيسي ونسجل فيه لحتى نحصل على ما يسمى بالفي اي دي، او هي رقم عضويتك اللي عن طريقه بعدين ممكن انت تسجل بالفيرتشوال السوري. طبعا حيكون في فيديو ثاني بشرح لك عن هذا الموضوع، ومن خلاله بتصير عضو فعال بالمنظمة وبالديفيجن السوري. أول شيء أنت محتاج أنك تدخل على الموقع الرئيسي اللي هو ivow.ero. لما تدخل عندك هي الصفحة الرئيسية حتكون عندك في كتير معلومات مهمة وأساسية موجودة بالصفحة الرئيسية، حعلمك كيف تدخل عليها واحد واحد، بس نحن اللي موجودين نحن مشانه هلأ نحن نسجل. فأنت مباشرة بتاخذ ريجستر، تدخل على صفحة معلومات مهمة قبل ما تنضم. هلا أول شيء أنت إذا كنت مسجل أساسا وعندك عضوية قديمة وواقفة، فالأفضل أنك تواصل مع قسم الممبرشيب أو قسم الأعضاء اللي هو راح يفعل لك إياها، راح يفعل لك عضويتك القديمة بحيث أنه ما يكون عندك دوبليكيت أو عضويتين تضاربوا مع بعضهم يعني بالنهاية. كتير مهم أنك أنت تستخدم اسمك الحقيقي ومعلوماتك الحقيقية. ضروري جدا انك تكون واضح بمعلوماتك اللي عم تقدمها. بعدين في عندك شغله مهمه كتير، هي انك انت ما بصير تسجل بالهوت ميل اللايف او الاوتلوك، اي شيء علاقه بالهوت ميل، شيء علاقه بالمايكروسوفت، فهو مش راح يستقبل ايميلات نهائيا. الجوجل بظن هو افضل خيار لك، الكل يعطنا عنا جوجل، فيفضل انك تستخدم جوجل دائما. لما تنتهي من هذا الموضوع انت بكل بساطه بتكبس كونتينيو. هلا انت في عندك هون الايفاو ريجستريشن فورم، بدك تدخل اسمك الاخير، ايميلك. هلا انا مسجل من فتره قديمه على الهوت ميل فكان شغال، لكن حاليا ما انه موجود نهائيا. حتختار انت تاريخ ميلادك، اللغة البريفيرد أو المفضلة دائما خليها الإنجليش، لأنه اللغة اللي هي اللغة ما فينا نقول الافتراضية، لكن هي اللغة المعتمدة بعالم الطيران، فخليك دائما على الإنجليش. أنت هلا بتختار الديفيجن تبعك. أنت بكل بساطة بعد ما تكبس على سيلكت فيك تكبس حرف تي بس، هتلاقي السيريان أرب ديفيجن مباشرة طلع لك، حيكون أكتيف. هلا اللي عم يسجل مجرد يعني بس معلومه انه اللي عم يسجل بدوله ما عندها اكتيف ديفيجن، فممكن يسجل باي ديفيجن قريب منه بحيث انه يقدر يكون فعال لبين ما يفتح الديفيجن تبعه او يصير اي تغييرات ثانيه. في عندك هون خيارين، انك تسجل كمراقب جوي اير ترافيك كنترولر، او تسجل كطيار كبايلوت. هلا انت عندك هون فيك تعملهم اوف اثنيناتهم، فيك تعملهم اون، فيك تخلي واحد بلا واحد، انت حر. يفضل انك تخلي التنتين اون، لانه انت بمرحله معينه يعني حتى لو انت جاي تطير بس، لكن انت في مرحله معينه حترغب انك تكون اي تي سي، فخليك مسجل دائما بالتنتين، ما في اي اشكاليه اذا سجلت فيه، مشان يكون عندك هذا الخيار مفتوح دائما. حتاكد له انك انت عمرك من فوق 13 سنه، وتكبس على قبولك للرولز والريجليشن تبع المنظمه، القوانين والانظمه. في عندك هون اي ام نوت روبوت، هو عباره عن برنامج ذكاء اصطناعي ملحق بالموقع حيتاكد انك انت مانك روبوت من ضمن تصرفاتك على الصفحه، وبتعطيه مقابله ريجستر. هلا ريجستر بتاخذك على الصفحه، طبعا باعتبار اني مسجل حتطلع عندي هي الشاشه اللي حيقول لي انه انت اوريدي ريجسترد از ممبر، واعطاني الفي اي دي. هلا الفي اي دي هذا الرقم اللي من 6 ارقام هو رقمك، رقم عضويتك. هو فعليا لما بتكبس ريجستر انت حيبعث لك ايميل بعد 24 ساعه ياكد لك في رقم عضويتك، ويبعث ايميل للقسم السوري يقول له انه في عندك عضو سجل 1 2 3 رقم وكذا. حيطلع عندك معلوماتك مثل ما انا ظاهر هون، الموضوع كلياته بسيط جدا، ما بده اي لبكه. انت فعليا تكون سجلت، وبعد ب 24 ساعه بس يوصلك الفي اي دي بتقدر تروح على موقع الفيرتشوال لتسجل نفسك هنيك، يعني تتواصل مع الاعضاء والاداريين الموجودين هناك ليكملوا موضوع تسجيلك هناك. هيك انت انهيت التسجيل. بعد ما تم التسجيل تبعك حيوصلك ايميل على ايميلك، حيوصلك رساله على ايميلك بالشكل التالي. اول شيء حيجيك ايميل ترحيبي بهالشكل هذا هون،
مرحبا بك في ايفا، وسوف تستلم ايميل قادم حيكون في التفاصيل تبعي تسجيلك كلها، حيوصلك بعدين ايميل بهالشكل هذا. دير سامر مثلا، ويلكم تو ذا انترناشونال افييشن، الى اخره، حيجيك اي دي وباسورد. تضغط على هذا اللينك حياخذك على صفحه الايفا، وحتدخل الاي دي والباسورد. لما بتدخلهم بيوصلك ايميل ثاني، اورجيك اياه هلا. هذا هو، حيقول لك دير سامر ويلكم تو ذا انترناشونال افييشن. الممبر اي دي هي الممبر اي دي تبعيتك، اللي هو الرقم الفي اي دي تبعك. هلا في عندك باسوردين هون، في عندك الايفان باسورد وفي عندك الويب سايت باسورد. الايفان باسورد هو عباره عن ويب سايت انت بتدخل عليه، بتدخل عن طريقه لموقع الايفاو. الويب سايت باسورد هو الباسورد اللي بتختاره انت لتدخل على موقع اسمه الويب اي. الويب اي هو عباره عن موقع، اي عنوانه ويب اي دوت ايفاو دوت ايرو، بتفوت عليه انت هون، بتسجل فيه وبيطلب منك الباسورد، بتدخل الويب سايت باسورد، بتقدر تدخل، بتقدر تشوف الطيارين الموجودين، بتقدر تشوف الشبكه كلها. طبعا هذا كله شبكه افتراضيه، بتقدر تشوف كل طيار مين موجود واسمائهم عليها وكل شيء ممكن يلزمك كطيار. طبعا هي الشغله تحتاجها بعدين، هلا حاليا انت اكتفي بالتسجيل هلا، واكتفي بالايفان باسورد هلا، مش هتقدر تسجل. هلا بترجع لهون، بتعطيه لوج ان. طبعا بعد ما توصلك الايميل المواضيع، حتدخل الفي اي دي تبعك، وحتدخل ايفان، تستخدم الباسورد، تعطيه كيب مي لوج ان مشان يضل حافظ الباسورد عندك، لان الباسورد هي صعبه كثير انك تحفظها، وبتعطيه لوج ان. بعد ما تعطيه لوج ان حتلاقي هون ترحيب باسمك، وحتلاقي الفي اي دي تبعك موجود. بهمك هون مجموعة شغلات موجودة ضمن القوائم اللي موجودة عندك براس الصفحة. About iVow تشرح لك عن ماهية الايفاو. للأسف الموقع ما بيدعم العربي، وإلا كان في إمكانية إنك تستمتع فيه أكثر، بس لكن ممتاز جدا إنه بيقوي لغتك الإنجليزية. فيك تدخل على الأقسام الموجودة، على الديفيجنز الموجودة مثلا كمثال هون. في عندك الديفيجنز الموجودة عندك حسب علامة وحسب شعاراتها. القسم السوري حتلاقيه ليكو موجود عندك، بتكبس عليه مثلا، هياخدك يورجيك اللوجو تبعه. الاسم سيريا ديفيجن، ويب سايت تبعنا هو موقع الفيرتشوال اللي حنعلمك عليه بالفيديو الثاني. الايميل الخاص هو السيريا هيد كوارتر ات ايفا دوت ايرو. هاي الممبر ليست اذا حبيت تاخذ نظر عليها، والستاف ليست اللي هن الاداريين تبع الديفيجن، شو وضعه، هو اكتف. السنتر هو دمسكوس نورث كنترول، وفي عندك دمسكوس رادار. هذول شغلات تتعلم عليهم بعدين. هلا اذا فتحت على قائمه الاعضاء حتلاقي الاعضاء كلياتهم موجودين عندك حسب الفي اي دي تبعهم مسجلين. هون الاعضاء اللي هن الاداريين تبع الديفيجن، اذا حبيت تدخل تتواصل مثلا مع الممبر شيب كوردينيتور ممكن تختار، هاي الايميل تبعه موجود. public relations هاي الايميلات تبعيتهم موجوده. الويب ماستر هالناس، هي كلياتها فيك تتواصل معها بكل بساطه عن طريق ايميلاتها طبعا، وعن طريق الصفحه الرسميه على الفيسبوك للديفيجن موجوده، او عن طريق الفورم. هلا الفورم هو عباره عن منتدى خاص بالايفاو. طبعا الفورمز بشكل عام بالعالم كله فينا نقول انقرض، لكن بالايفاو لساته فعال وشغال. انت بكل بساطه بتكبس على هي القائمه هون، وبتاخذ تنزل لتحت على الاخر، بتلاقي سيرين عرب ريبوبليك موجوده، بنكبست عليها بياخذك على القسم السوري الموجود عندك، وبتلاقي كل المواضيع اللي ممكن تهمك، حتى في قسم عندك بالعربي هون لو حبيت. بتدخل بتلاقي شروحات، بتلاقي التعميمات الجديده، بتلاقي اي شيء ممكن يلزم. ببساطه هي الامور كلها اللي ممكن تلزمك بصفحه الايفاو. في شويه شغلات ثانيه بحب اني نبهك عليها، او انك تكون حريص انك تفوت عليها. في عندك هون ترينينجز، فيرست ستيبس، بايلوت ترينينج. في عندك دوكيومنتس كثير مهمه عباره عن ملفات بي دي اف موجوده، نحن عم رح تكون موفره لك باللغه العربيه كمان، نحن حنترجمهم عنا. الكنترولرز اذا كنت مراقب كمان نفس المبدا. الريسورسز هي كل شيء ممكن يخطر على بالك من مواد ممكن تلزمك برحلتك الحلوه حتلاقيها. ستاف اونلي طبعا مش حتطلع عندك لانه انت مش ستاف حتكون، بس هي بشكل عام كل شيء رح يلزمك بالموضوع.
بتمنى يكون الشرح كان كافي ووافي لأي أسئلة. ممكن تبعت استفساراتك لعنا على الصفحة ونجاوبك مباشرة. أكيد قسم الأعضاء بتواصل معك هلأ حاليا لحتى يوصلك لكل شيء ممكن أنت تحتاجه برحلتك الحلوة. تمنياتنا لك بوقت سعيد وسلام عليكم.